السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا 3 مواقع تعدين جداد، وفي واحد منهم إثبات هنعمل له إثبات سحب مجانا اللي هو الموقع ده. أنصحكم بمواقع التعدين ديت لو أنت ما معكش فلوس تستثمر فيها المواقع دي، سجل وسيبها فترة وارجع تاني. أنا بعمل كده وساعات بسحب روبل، 2 روبل، 4 روبل، فالمواقع دي تسجل فيها وممكن ترجع لها برضو عن طريق القناة ولو انت مش عندك الرابط. معلش انا هسيب لكم رابط بس واحد مختصر في ال3 روابط، يعني كل فترة كده احط لكم رابط واحد بس مختصر يعني نستفاد منه. انت عارفين القناة لسه مدخلتش مراجعة، وهنبدأ بقى ايه الشرح. هنخش هنا هنحط رقم المحفظة وهنعمل تسجيل. او زي ما انتم شايفين هنا الموقع ده انا مسجل عليه من فترة مجانا، وصلت 1 روبل و11 سنت. هنخش على بنك الباير هنلاقي اخر سحب ليا هنا اخر حاجة ليا روبل، 1 روبل 99 سنت. هنخش ونعمل اثبات سحب ونشوف الموقع صادق ولا لا. هنخش على ويز دروم وهنحط واحد روبل 11 سنت، وهنعمل طلب سحب. فرانك رصيدك. هنخش كده على الموقع، السحب تم زي ما انتم شايفين اهو. هنخش على بنك الباير ونعمل ريفريش. اهو 1 روبل و9 سنت، وكده الموقع ده صادق ومجانا بدون اي استثمار. اللي حابب يستثمر فيه كده الموقع صادق وشغال، وانا ايه عملت له اثبات سحب. الموقع التاني اهو برضو لسه جديد، هنحط رقم المحفظة ونعمل تسجيل. الموقع هيشتغل معاك اهو زي ما انت شايف، التعدين هيبدأ يشتغل من هنا. طبعا السحب بيبقى من هنا اهو، اهو بتوصل المبلغ وتعمل تحط وتعمل طلب على طول. هو كده السحب اللي هتلاقيه هنا المبلغ وتعمل طلب على طول، ومن هنا رابط الإحالة بتاعك. نترجم باللغة العربية، هنا التاريخ، هنا لو انت هتودع في الموقع بتيجي من هنا بتحدد القيمة اللي انت هتودعها وتعمل. وهنا بيقول لك انت حطيت 10 روبل هتاخد قد ايه، حطيت 20 روبل هتاخد قد ايه، دي آلة حاسبة. وهنا تعمل ايه، يوجهك للموقع على طول. ده بالنسبة للموقعين. التالت بقى اهو هنحط رقم المحفظة ونعمل توجيه. اهو زي ما انتم شايفين كده الموقع دوت بيجمع هنا، بتدوس هنا بتجمع الارباح بتضاف لك هنا، والسحب بعد كده بيبقى من هنا. وفي مكافأة يومية بتاخدها اهي، الحصول على المكافأة تيجي من هنا بتدوس على اي لفتة من اللفتات دي وتقوم جاي قافلها تاني وتقوم جاي واخد ايه المكافأة. اهي كل 24 ساعة بتحصل على المكافأة. هنرجع تاني للصفحة. لو انت حابب بتودع في الموقع ده بتيجي من هنا اعلى ما يصل اليه، اهو فتح معانا زي ما انتم شايفين. بتحط هنا المبلغ اللي انت عايز تودعه في الخانة دي وبتعمل توجيه. والسحب طبعا هيبقى من هنا، هتيجي هنا تخش هنا هتلاقي المبلغ اتضاف لك هنا، بيسحب عدد صحيح يعني 1 2 3 ما يسحبش وسنت بس. وكده يكون انتهينا من الشرح. لو الفيديو عجبكم متنسوش تدعمونا بلايك، وجيت معانا شير في القناة وفعل زر الجرس ليصلوا كل جديد. الموقع ده يا شباب قلنا كده ده صادق، واحنا ايه عملنا له اثبات سحب. وكده يكون انتهينا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله. في فيديو اخر ان شاء الله.